الشباب، وتحية لغيرية حتى الناس اللي كي يتابعونا من عند المقاهي. احنا هاد الشيء كيبان لي بانه طول بزاف، وهاد الناس ولاو كيستهزئوا بينا الى اقصى درجة. وهاد الشيء راه لا اله الا الله، راه وصل السير وسوبا. احنا الا كنتم معترفينش فينا باننا مواطنين قولوا لنا، وعلى ما كيبان لي بانكم محتاطريننا ومعترفين باننا ماشي مواطنين. وانا من هذا المنبر هذيك انا باسمي باسم جميع الناس، انا اذا كنت ماني مواطن راني كنعلم من هذا المنبر هذا باسقاط الجنسيه، ولا كارطاسي ولا اللي بيني وبينه، وغنحتفظ وغنقدم التحيه. حنا جينا هذو المحسوبين على المنصوب، فاحنا غنبقاو تابعين. وهذا الشيء اللي كنقول لنا، ومن هذا المنبر هذا كنقول جميع الناس من معنا هنا يروحوا لكاطر ديالهم يخليهم، حنا غنساعدوا. إذا كتبط وكتسب وما كاينش اللي كيجاوب، ما كاينش اللي كيجي كيقول لك فلان اش كاين واش كاين، بحال احنا ما عندنا مصروف في هذه المدينة. إذا كنتم معترفين بأننا ماشي مواطنين، بحال بديت تسب. أنا كنطلبوا هذه الجنسية هذه. أنا نعلم ليش. أنطلبوا إسقاط الجنسية. أنا نحاول أنا نربحكم دنيا وآخرة. لا يربحكم. يعطيكم الحياة طيبة. أنا مرحبا عندي 70 عام كنت أتحدث عن الحصة ديال العيش. الخطوة الأولى اللي كنا ديرنا، رانا قلنا راهي هادشي اللي كان بيننا معاهم، غادي نحيدوا الكرنة لأن أصلا رجعنا حقوقنا فيها. وصل راهي هادشي كما كنقولوا راهي هادشي. مسؤولية تسحب لها هما، وراهي اللي يقولوا لهم خلوهم الكرام ديالهم هنا. التصعيد راه كاين. التصعيد راه كاين. التصعيد راه كاين. قولوا لنا قولوا لنا.